من دون شك إيران الملف النووي الإيراني سيكون يعني سيأخذ حيز كبير من هذه الاجتماعات كما كل مرة ربما، ولكن هذه المرة لأنه كانت هناك تقارير وتحدثت عنها الوكالة عن العثور على أثار يورانيوم مخصب تصل نقاوته إلى نسبة 84%، هي نسبة قريبة جدا من 90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي. لذلك يعني هذا الملف من دون شك يعني سيتم مناقشته في جزئين، الجزء الأول المتعلق بالتزامات إيران ضمن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا كان يعني محل زيارة رافائيل غروسي أمين عام الوكالة إلى طهران قبل يومين. هو عاد يوم السبت ليلا ليعلن بأنه تم التوصل لاتفاقات مع إيران لحل مسألة المواقع السرية التي كانت يعني عالقة بين الوكالة أو ما زالت عالقة بين الوكالة وإيران منذ سنوات في الواقع، يعني وأيضا قال بأنه سيكون هناك خطوات يعني تم الاتفاق عليها، خطوات يعني فعلية على الأرض في الأسابيع المقبلة، ولكن يعني هناك غموض حول هذه الخطوات لأنه الجانب الإيراني يعني أصدر ربما تصريحات متناقضة مع كلام غروسي، قال بأنه يعني عكس ما كان أعلن غروسي بأنه سيتم إعادة تثبيت كاميرات المراقبة، كان هناك تصريحات إيرانية تقول بأنه لن يتم تثبيت أي كاميرات يعني ضمن الاتفاق النووي، ولكن سنلتزم فقط بالتزاماتنا ضمن اتفاقية حظر تطبيق انتشار الأسلحة النووية. لذلك هناك بعض اللغط حول ما تم الاتفاق عليه، حول ما أعلنه غروسي وما أعلنه الطرف الإيراني.